حدث مسبق فعارفين بيه، تم اعداد خطه مسبقه وتم رفع درجه الاستعداد من امبارح بالليل. النهارده احنا بنامن ب 97 سياره اسعاف. 97 دول بيامنوا ميدان التحرير قصر الاتحاديه مدينه الانتاج الاعلامي. في سيارات احتياطيه بندفع بيها لو لا قدر الله حصل حاجات كبيره شويه. السيارات الاحتياطيه متواجده 15 بمقر رائد الاسعاف و15 بمعهد ناصر. في تمركزات محيطه بالميدان، عدد 15 تمركز، بخلاف السيارات اللي متواجده في الميدان 35 سياره اسعاف. بعضهم مأمن الجمهوريه كلها، يعني جميع محافظات الجمهوريه باجمالي 1950 عربيه على مستوى الجمهوريه والميادين العامه. يمكن احنا مركزين على اسكندريه والقاهره شويه لان هم دول المحافظات الكبيره اللي ممكن يحدث بها شغب. النهارده تم نقل اربع حالات، اثنين حالتين مستشفى المنيره وحالتين القصر العيني. حالات كلها اغماءات وحاله ازمه قلبيه، وفي حالات بيتم اسعافها في المكان. ايضا في اسكندريه برضو تم نقل 20 حاله، ثلاث حالات مستشفى الرمد وحاله مستشفى الرمد وثلاثه الميري و16 و16 الميري و3 راس التين، وفي حالتين تم اسعافهم في المكان. مأمنين اسكندريه برضو 30 سياره اسعاف بموقع الاحداث بخلاف السيارات المجاوره واللي هي في المركز الرئيسي ولا على الكورنيش. كل الميادين العامه في الجمهوريه منها المحافظات الكبيره زي اسكندريه والقاهره والشرقيه، الشرقيه فيها مسيرات، يعني هي كل معظم من بعض المحافظات فيها مسيرات، والمسيرات دي ايضا بنأمنها بسيارات اسعاف ورا كل مسيره على سيارتين اسعاف، بخلاف لما بيبقى في تجمعات في مكان موحد بيتم تطويق المكان كله بسيارات اسعاف حمايه للمواطنين بحيث ان احنا نكون متواجدين معاهم لانقاذهم بسرعه.